طالب شباب الكرامة بوادي عتبة جميع الأجسام المتصدرة للمشهد في ليبيا تسليم السلطة للقوات المسلحة والشرطة، مطالبين بتفعيل القضاء والقانون. بيان شباب الكرامة بوادي عتبة: نطالب جميع الأجسام المنتخبة وغيرها من الأجسام المتصدرة للمشهد في ليبيا تسليم السلطة للجيش والشرطة وتفعيل القضاء وعدم معارضتها، وعلى أجيلة صالح تنفيذ ذلك دون قيد أو شرط.